ببساطة ألوانها السوداء والبيضاء، تجذبك لتمعن النظر فيها غوصاً في ثنايا انسياب خطوطها لتتعرف على باقة أفكار، تارة تجدها سياسية وأخرى اجتماعية، تحمل في طياتها حكايا مدفونة. نضال بلعاوي المدرس في المرحلة الأساسية ورسام الكاريكاتير الكرمي لم تكن موهبته عن تخطيط أو دراسة، بل جاءت بمحض صدفة استثارتها أحداث استفزت ظلال أقلامه. الرسم من الصغر، توجه للكاريكاتير تقريبا في 97، كنت في الكويت، كانت في جريدة كويتية اللي هي جريدة القبس، كان الشهيد ناجل علي شو اسمه ينزل رسوماته في هاي الصحيفة، فلفت نظري حنظلة. فبعديها لما وعيت وكبرت تابعت من رسم حنظلة، فطبعا توصلت انه ناجل علي رسم حنظلة. الكاريكاتير مادة مفضلة للجميع بغض النظر عن مستوياتهم الثقافية لما فيها من بساطة، فاختارها نضال كونها لغة متعارف عليها بين شعوب العالم، ففي كل رسمة له حكاية يستلهمها من شخصيات وأحداث محيطة، وربما أفكار لا يعبر عنها كلاماً، وقد يبالغ في إظهار وتضخيم الفكرة لإبرازها. في 97 رسمت أول كاريكاتير عن الأنظمة العربية، في الفترة الجامعية انقطعت، في العام 2013 ناس أو زملائي شجعوني أن أتوجه لرسم الكاريكاتير. رسمت كاريكاتير عن وضع اجتماعي معين، فيعني اللي شاف الكاريكاتير يعني شجعني أن أرسم أو أواصل الرسم. في كان نوعا ما تشجيع، تابعت الأحداث السياسية تقريبا يوميا، كنت أرسم من 3 إلى 4 كاريكاتيرات سنة كاملة، تقريبا رسمت 1200 رسمة. في ناس تبنوا أنه يقيموا معارض، وأول معرض كان في طول كرم، طبعا إخوتنا في الوحدة الطلابية أقاموا معرض في جامعة القدس المفتوحة، وكان معرض ناجح كثير. بعدين شو اسمه على مستوى الضفة الغربية في كافة فروع الجامعة، حزب الاشتراك الأردني برضو أقام إلي معرض في إربد، جمعية معنية بالتنمية، جمعية مغربية برضو أقامت إلي معرض في المغرب، أو مثلة فلسطين في معرض المغرب. طبعا كان المعرض يتحدث عن رسوم كاريكاتيرية ويتحدث عن صور فوتوغرافية. احتلت القضايا الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني الأولوية في رسوماته، فغاص في ثناياها ألما وأملا، فبين ظل قلم وفكرة مجسدة، رحلة عذاب شعب آثر على جراحه بإرادته وصموده، ليوصل للشعوب المغايرة رسالة سامية. بلشت في الرسم بالتحديد يعني في المرحلة الأولى كانت عن النكبة الفلسطينية، عن اللاجئين وعن قضية اللاجئين وقضية التهجير. بعدين توجهت لقضايا ثانية مثل الانقسام طبعا، وكان له دور كبير في رسمي. تحدثت برضو عن الوحدة الوطنية في رسوماتي، عن قضية الأسرة، في قضايا اجتماعية كثير برضو على المستوى الفلسطيني، على المستوى العربي شو اسمه اللي هي طبعا الربيع العربي، ثورات العربية برضو تابعتها. طوع نضال موهبته في الرسم في طريق يحبه ويجد ذاته فيه، مستلهما ذلك من الرسام الكاريكاتيري الذي هز برسوماته عرش السياسة ناجل علي، وغيره من الأدباء الذين يقولون كلاما ويجسده هو فنا. كان التأثير الأول في الرسم في ناجل علي في رسوماته، يعني في بعض الرسومات يمكن استوحيت أفكار من ناجل علي وطبقتها على رسوماتي. القصد من هون حتى إنه الأجيال الجديدة اللي عنا تعرف إنه كان في عنا رسام كاريكاتير فلسطيني على مستوى العالم انشهر له ناجل علي. يعني صراحة يعني في كثير من المعارض في ناس يعني قالوا إحنا رجعنا لـ30 سنة ورا شفنا ناجل علي. فأنا هون إحنا ما بحكي إني أنا بدي أكمل مسيرة ناجل علي، لا، ناجل علي مسيرة بداها وهو أنهى، يعني ما فيش أي رسام كاريكاتير أتوقع يوصل لمستوى ناجل علي. روايات غسان كنفاني كان لها دور كبير، استوحيت بعض الأفكار في رسوماتي. برضو الشهيد إبراهيم توقان، في كثير من الناس يعني تأثرت فيهم، محمود درويش، على مستوى السياسي القادة السياسيين الشهيد خليل الوزير أبو جهاد، أبو علي مصطفى، جورج حبش، أحمد ياسين،
فتح الشقاقي، كلهم يعني كان لهم دور كبير أو لهم تأثير في حياتي. ويبدو أن غياب البيئة المناسبة والممكنة واهتمام الدولة بالإبداع والمواهب يقف عائقاً أمام بلورة الأفكار على اختلاف الوسائل. حتى الآن يعني الحمد لله ما فيش أي مضايقات، يعني في بعض الرسومات يعني شبه جريئة اللي هي أنا نزلتها من خلال الفيسبوك، ما جريش علي يعني ما صارش أي مضايقة، بس في بعض الرسومات أتوقع لو نزلت رح نوعا ما تعملي شوية مشاكل. مية بالمية هو الأصل إن أنا أنشرها بما أنها هي واقعية، بما أنه الفكرة واقعية الأصل إن أنشرها، بس أنا برضو ما تابعتش يعني صراحة، يعني لو رجعت لصفحتي أنا على الفيسبوك ممكن سنة أو أكثر ما نزلت أي شيء. السبب يعني أقول أنا صريح، الواقع إحنا موجودين فيه نوعا ما محبط، يعني أنا ما بدي أقول أنا بدي أنمي موهبتي، الموهبة الحمد لله موجودة، بس ما في ناس اللي تدعم الموهبة، ما في ناس تتبنى الموهبة. طبعا هاي طبعا دور مؤسسات المجتمع المحلي، وأنا خلال تواصلي مع الناس ومع المؤسسات يعني في ناس كثير عندهم مواهب يعني في جميع المجالات سواء في الرسم أو في الغناء، بتفاجأ حتى يعني صغار في العمر بتفاجأ إنه ما في ناس تتبناهم. يعني أنا كبير يعني ممكن نوعا ما أنا أطور نفسي ذاتيا، بس هذول مثلا أطفال عندنا يعني في أطفال كثير قالوا لي أستاذ بدي مثلا تدربنا على الكاريكاتير، وفي عندهم توجه. أنا كشخص يعني ما بقدر، أنا برضو معلم وعندي التزامات يعني حياتية. لكل حوار رسالة، وفي كل رسالة أحاديث تحمل واقعا مدفونا، وبين مسافة لا تحدها أرصفة ولا تمنعها حواجز، تصل الرسالة لمتلقيها بالأسلوب الذي يختاره صانعها. رسالتي مثل رسالة أي رسام كاريكاتير، هو يعني نكون صريحين أنه لازم رسام الكاريكاتير أو أي إنسان عنده موهبة أنه يعكس الواقع الحقيقي يعني بدون تحريف أو تزوير. هسه أنا دوري كرسام كاريكاتير معظم رسوماتي هي أقيمت حسب الواقع سواء كان سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.